كفايه كده هيجي له برد. هو مش هيجي غير بكده. خلعتني عليك يا كبير. بيبي انت كويس؟ لا ده زي الفل، تلاقيه بس مش واكل ولا حاجه، يقوم وياكل وهتلاقيه بيتنطط ويبقى فقره. بقول لك ايه يا بيبي؟ ما تيجي احنا نريح في اوضتنا، ها؟ ونسيبهم هم يصفصفوا مع بعضيهم. ده مين يا ده عايز ايه؟ سيب القميص. سيبه، انت بتعمل ايه؟ اهدى يا كبير. اوعدي. انطري هات، انت مين وعاوز ايه؟ بقول لك سيب القميص. محروق القميص. انت بتتخانق معايا ولا مع القميص؟ هو انا عشان لابس قميص وبنطلون هفكرني من العيال فرافير؟ ده انا زعل واجيب ناس تزعل واعملها معاك وبغباوه. ايه يا دي مخبى اللي هتعملها معايا؟ ما تغلطش بقى عشان ما تجيش فيه. هي هي ايه اللي هتيجي فيه؟ هو انت هتحدفه بطقطوقه؟ بس انت عايز تتربى من اول وجديد ولا ايه؟ انت بتبص لي كده ليه يا ولد؟ انفخ انفخ لمامتك، ما انت مش متربي. واللي مربى ما مربيش. ايه؟ انت مش عاجبك كلامي ولا ايه؟ ما هو اللي عم يبخ مي علي وعم يغلط فيه. عموما حسابي معاك بعدين. معلش يا دودي ما تزعلش منه، بس الكبير ده دايما كده على طول قليل الذوق. والله يا بيبي انا ما رضيتش اتعصب عليه وكنت حق، بس عشان خاطرك انت يا روح روحي. ثانك يو يا دودي، ثانك يو سو ماتش. شايف الناس اللي اخلاقها عاليه مش زيك يا اللي ما تربتش. عموما حسابي معاك بعدين. يلا بينا يا بيبي نريلاكس في اوضتنا شويه. يلا يا بيبي. بيبي بيبي يا بيبي بيبي. اوه ما خلاص يا كبير. ما انت سامع يا توماس تقول لي ايه؟ ريلاكس بالاوضه. ريلاكس فين يا دي انت؟ في اوضتي. لا اسمها اوضتك كبير قوي. سو اسمها اوضتك كبير قوي. الواد الصيص ده ما يحتبهاش واصل على جثتي. Over my dead body. Why؟ هتقول لي why؟ هتقول لي why؟ فكرك الكبير قوي دلوقتي هيكون مزقطت بتربته وانت سحبالي عين صيص زي ده هتدخليه فرشته؟ سام في دي معاه حق. انا بصراحه انا كمان شايف كده يا سام. اخرس انت يا حيوان، انتوا عايزين مني ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، انت تنامي في اوضتي وانا انام مع توماس في اوضته، فاين؟ فاين. ناركوا زي العسل. عاجبك كده يا دي ساقع؟ بصراحة يا كبير أنت اللي بدأت الخناقة. خناقة إيه؟ خناقة إيه يا موكوس؟ أنا عم أكلمك على اللي بتعمل أمك. ماله اللي عملته ماما؟ في إيه؟ إيه فين المشكلة؟ أنت قاعد مش راجل يالا؟ أمك راحت تتجوز لي عيل صايع وأنت قاعد تقول لي فين المشكلة؟ ده أنت ضيق قوي. سو وات؟ طالما في لاف وحب سو وات؟ أصغر مني ومنك. مش هو ميل وهي في ميل؟ يبقى سو وات؟ أنا لو سمعت سو وات دي تاني هقطع الجزمة على نافوخك. أنا مش فاهم أنت معصب نفسك ليه؟ هي حرة. أقول لك إيه؟ ما انت عيل بقصة وابن امك. يلا يا هدي. ابن امك؟ طب ما الطبيعي الواحد يبقى ابن امه، هي دي المفروض شتيمة يعني؟ لا هو تقريبا يقصد ان سام بتحبك اكتر منه. بس على فكرة يا جوني الولد اللي متجوزاه سام ده شكله بيئة موت. I don't care. طالما الاثنين مبسوطين بيس. اهدى يا كبير وما توديش نفسك في داهية. أمليني يا هدية. أهم لك تعمل إيه بس؟ أطخ الواد الصيص ده. وهي أمك هتسيبك تطخه؟ ده أنا أطخه وأطخه وأطخك أنت كمان. اهدى يا كبير وصلي على النبي ده. عليه الصلاة والسلام. اهدى كيف؟ والحاج عويس جاي هو رجالته بعد بكرة. طيب سهوت. هتقولي سهوت؟ يا ولية أنا ما صدقت إن الراجل صفي من موضوع أمي ده. أقول له إيه تاني؟ أقول له الولية اتهبشت في النافوخة واتجوزت عيل قد ولادها. وهو هيعرف منين إن أمك اتجوزت أساساً؟ نعمل إيه يعني؟ تخفيهم هما التانيين في اليوم ده. وما تنساش يا كبير ان دي امك اللي ولدتك وجوزها ده برضك في مقام ابوك. ابويا مين يا بنت؟ باي ذا واي انا مش مطمن للي اسمه حماده ده. ليه يا جماعه؟ ماله حماده؟ حماده شاب عادي جدي، انت هتعمل زي الكبير؟ اوكي بس طريقته غريبه شويه وبعدين تحسه يعني لايك حلنجي. على فكره الواد ده اكيد وراه حاجه غلط. نو واي. لو وراه حاجه غلط ماما كانت حست. ماما مديتيتور بقالها 20 سنه، اللي بيعملوا مديتيشن دول بيحسوا النيجاتيف فايبس. اه طبعا وهي خبره والاشكال دي عدت عليها كتير. جايز ما حدش شاف الموبايل بتاعي؟ اي ثينك انه ضاع. جيرلز مش ممكن كلهم زي بعض مهملين جدا. انت كل شويه هتضيعيه ونلاقيه لك؟ ايوه يعني ما حدش شاف الموبايل بتاعي؟ اشلي انت دورتي عليه كويس؟ يبقى ضاع. اكزاكتلي يا ابن اللعيبه مش ممكن. ايه يا تلحن؟ بلي مأخدة يا كبير جبت لي منوم.
حصل يا كبير، زي ما مرت جنابك رحت للواد عوضين قاعد يبرت قصر قصر اعطاني ثلاث انواع، قال لي ده بلا ما اخذ ده لو عاوزهم يغفلوا ينعسوا قد يمين ثلاث اربع قديه، وده لو عاوزهم يغفلوا يوم واحد فقط لا غير، والثالث ده اقوى واحد يا كبير، اقوى نوع اللي هيبلع منه هو ونصيبه، يمكن يغفل يمكن يموت. ما فارق عليك عاوز ادوق منيه يا كبير. انت قلب يا طفس خبل ده، فاكرها بسبوسه منوم ايه يا كبير؟ ده منوم هنحطوه للاسميه سمنته وهالواد الصيص اللي معاها. يا شندلتي منوم ليه؟ الحج عويز جاي يا بنت، لازم نتصرف وتويهم في اي اوضه. طب الهداوه يا كبير لحسن يجرى لهم حاجه، احنا ما ناقصينش مصايب. وانا جايب المنوم ده من المواني يا هتير انت، انا دايما من الزخانه اخوي من وشي. بص يا بيبي، انا لفلفت في المنطقه اللي حوالينا ولقيت الحته اللي هنعمل فيها المشروع، هي مش كبيره ومش هتكلفنا كتير، هي هتكون حته الارض اللي حواليها الترع. هنا هنفتح الكوفي شوب وهيبقى فيه مطعم منه، فيه هنا هنفتح جنبيه ملاهي وهيكون فيهم الكام مرجيحه اللي هي ولا يا ولا معايا. اخر حاجه وهي ايه؟ الترع. بعد ما نوسع في الترع هنشغلهم بقى على كام جيت سكي، على كام بنانه، على كام بدال اللي هنجيبهم. والمشروع ده هيتكلف كام؟ هو قايم نايم كده هيعمل له بتاع 2 مليون جنيه او 400 الف دولار وشويه فكه. شوف العمله اللي هتعرفي تسلكيها وانا هتصرف. بقول لك ايه يا زو، كوبايه عصير بس بسرعه. ايه دي؟ انت فاكر لي خدامي هنا ولا ايه؟ يعني شغال ايه؟ سفراجي، امياجي، عفشاجي؟ انا شغال مع الكبير. بالنسبه لك بقول لك ايه، انا ما قلتلكش تجيب حاجه عيب، هتجيب العصير يبقى متشكرين، مش هتجيبه يبقى ازحلق كده ووريني جمال خطوطك. يلا اتكل وشوف مصلحتك. يلا تعالى كل يلا. ثانكس هدية. بالهنا والشفا يا حماتي. بقول لك ايه، العصير ده تشربوه بعد الوكل عشان ما ينفعش تاخدوه على بطن فاضي. اشمعنى يعني؟ ما خبراش والله، الدكاتره دايما بيقول فوتكم بعافي. دودي بيبي، خليتهم يعملوا لك الفطير المشلتت اللي بتحبه. تسلمي يا روح روحي. بقول لك ايه، انا عايزك بقى تضربي العصير ده الاول عشان تعرفي تسلكي اللقمه. ما بحبش عصير البرتقال. ده برتقال يعني كله غذاء وفيتامين. لا، ما انا بعوضه بحاجات تانيه. طب اشربي كده وجربيه. يا حماده قلت لك ما بحبوش. ليه يا بيبي كده؟ هتكسفي ايه دي؟ اوكي يلا. جميل جورجوس يجنن. بالهنا والشفا يا روح روحي. وانت مش هتشرب العصير بتاعك؟ بيحرق لي معدتي وعامل له حموضه. طب وخليتني اشربه ليه؟ عشان عايزك تتغذي وتبقي كويسه. عشان خاطري بقي صغنون. والله لما تتشقلبي ما هاخد شفطه واحده. وبقول لك ايه يا بيبي، ما تتكش عليا قوي كده وحط ابوكي. راح فين بس؟ فزاع. نعم. ما شفتش المحمول بتاعي؟ قصدك الموبايل؟ ايوه الموبايل. ما شفتش الموبايل بتاعي؟ لا ما شفتوش. فكرك لما اشوفه هرجعهولك هتسهلك في الجلة. واحد فين البندقية؟ يا حجة، حجة سمنتي ماما.